كي جاتك المباراه ديال المنتخب الوطني ضد هذا الفريق؟ يعني ما نقولش فريق قوي ولكن فريق ما كناش كنتوقعوا بانه غادي نخسروا معاه. خويا شنو غادي نقول لك؟ ما كناش منتظرين كاع هاد الخساره هادي بهاد الطريقه هادي، كنا عارفين بالقوه ديال الخصم وكنا موجدين ليه، مع العلم اننا لاعبين خمسه المباريات وما عمرنا ما مارك عندنا في شي مباراه رسميه. تحت لينا فرص ضاعت، ما حاولناش اننا نترجموها للاهداف. كان عندنا البينالتي ديال زياش في الدقائق الاخيره اللي كنا اننا نقدروا نقتلوا بها الماتش وندوزوا وحنا مرتاحين. الخصم ما كانش بسهل، بين على العلو الكعب ديالو.